مع حلول عيد الأضحى ترتسم البسمة ويحل الفرح ويغير العيد من أجواء الحياة وأتعابها، إلا أن بعض المواطنين لا تزال بسمته يشوبها نوع من الكدر والحزن بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرته على توفير مستلزمات العيد لأسرته. مع اقتراب حلول العيد تكتظ أسواق الأضاحي بالباعة القادمين من أرياف المحافظة كل عام، إلا أن الإقبال بهذا العام ليس كغيره من الأعوام السابقة، فارتفاع أسعار الأضاحي ووصول بعضها إلى سعر 230 ألف ريال يثقل كاهل الأسر محدودة الدخل. دخل المواطن بسيط، ما يعني ما يجي مع الراتب حقه، ما يجي مع ضعف، أقل معدل تجي 75، ارتفعت إلى 230 ألف، يعني ما يشتري إلا 1%. يعني هذا الارتفاع عزاه البعض إلى انهيار صرف الريال اليمني عوضا عن الأوضاع التي تمر بها البلاد وارتفاع طعم الأغنام والحبوب، مما قد يجعل موسم هذا العام ليس مربحا بالنسبة لتجار الأغنام لضعف الإقبال على الشراء من قبل المواطنين. فالأسعار الأغنام عندك الشعير يعني ارتفع بشكل يعني جنوني، مثلا كان ب 4000 اليوم 7000، عندك البر تقريبا الآن 14500 أو 15. كل شيء لها يعني لما ترتفع الأسعار هذه حق الأغنام كل شيء يرتفع. لا تكتمل فرحة العيد دون الأضحية لكثير من الأسر، مما قد تشكل الأضحية هاجسا يؤرق رب الأسرة نظرا لارتفاع ثمنها وعدم قدرته على الشراء. وأصبحت الأضحية في ظل أوضاع البلاد المتردية لمن استطاع إليه سبيلا. عوض صالح لقناة المهرية، شبوة.